اسمها كاميليا شحاتة زاخر، بأن هي اختفت ابتداء من يوم الحد الماضي، ابتداء من الساعة 9:30 تقريبا لم تكن موجودة في البيت. أبونا كان راح القرية بتاعتهم اللي هو يؤدي مراسيم دينية بخصوص إكليل في بلده وعند أهله لأحد أقاربه، وبعد ما عمل الإكليل رجع تاني يوم الساعة 6 مساء لم يجد زوجته في الشقة اللي ساكن فيها، فذهب لحماه وحماته يسأل عن زوجته لما جيتها عندهم، وأصبحت هي مختفية ابتداء من يوم الحد الساعة 9 تقريبا، لأن دي آخر مكالمة تليفونية اتصلت بها كانت الساعة 9:15 تقريبا، فاختفت بعد منها. وبدأ أبونا يوم الاثنين التالي للحد يعمل اتصالاته وبحثه، لم يتمكن من الحصول عليها، فتم إبلاغ المركز شرطة ديرمواس للسيد الضابط رئيس المباحث عشان يعمل يحرر المحضر فيها. وأنا عن نفسي قمت بالاتصال بأحد ضباط أمن الدولة وأبلغته بالموقف أثناء وجود أبونا في البلاغ في المركز، أنا أبلغت أمن الدولة عشان يتابعوا الموقف معنا. ولكن اتضح أن في الحقيقة الأمر اختلف تماما، بأن أصبحت واحدة مختفية مخطوفة، لم يعلم عنها شيء ولم يعرف لها أي شيء، فأصبح أن شغلة الأمن وأمن الدولة والشرطة هدفهم كله التأجيل والتسويف. يأجلوا الكلام بحجة عايزين هدوء، مش عايزين تجمهر، مش عايزين ناس تتجمع حوالين الكنيسة لعدم إثارة الفتن وعدم مش عارف ايه وحاجات زي كده. دي طبيعة، ده شيء مبدأ أساسي في أمن الدولة تعمل، أو في الشرطة أو في الأمن بصفة عامة، يعملوا التأجيل والتسويف لأن الموضوع يبرد ويهدى منع للإثارة. ولكن اتضح أن الأمر بعد تحرير المحضر وعلم أمن الدولة بأن الوضع أخذ مجراه الرسمي، وأصبح بعد كده يوم الثلاث تحركت أمن الدولة وبعتوا خدوا أبونا تداوي السمعان زوج مدام كاميليا، وأخذوا أبوها الأستاذ شحاتة زاخر ابتداء من الساعة 8 مساء إلى الساعة 12:00 بعد نصف الليل، وأطرقوهم وسابوهم بس بضغط عليهم بعد ما أنهم ضموا مستوجبتهم أكثر من مرة. دخلوا أبونا تداوس مع الأستاذ شحاتة حماه، دخلوا مع بعضهم في عند السيد المفتش اللي جه من المنيا مخصوص، فتش من الدولة اللي جه من المنيا مخصوص عشان يعمل تحريات عن القصة، واتضح ان هو في نفس الوقت دخلوا مع بعض قعدوا شوية استجوبوهم طلعوهم شوية ودخلوا كل واحد في فردان لوحده، ومرة تانية دخلوا الأستاذ شحاتة مرة واثنين وثلاثة، كل واحد مرة واثنين وثلاثة لوحده، مزيد من التحريات والأقوال بحجة ان هم هينهوا العملية. ولكن في الحقيقة هو كان يسعوا ان هم يعملوا على التسويف والتأجيل مرة تانية. ومن للغاية الكبرى إذا ضمرت أمانينا، فمن للأمة الغرقى إذا كنا الغريقين، ومن للغاية الكبرى إذا ضمرت أمانينا.
بنا ومن للحق يجدو إذا كلت أيادينا.